السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب، بالمحاضرة الماضية أخذنا الجزء الأول من Regular Expressions. اليوم راح ناخذ جزء ثاني، وإن شاء الله راح يكون في جزء ثالث. بالجزء الثالث راح أعطيك مجموعة ويب سايتس وريفرنس عشان تاخذ هذا الموضوع بطريقة أكبر وأكبر. كلام جميل جدا. هلا شباب، في نقطة مهمة حابب أحكيها قبل ما أبلش درس اليوم. ما في شخص بيكون متذكر كل هاي المعلومات وحافظ كل هاي المعلومات. إذن البروغرامر مش شرط إنه يحفظ ويتذكر كل المعلومات، المهم إنه يطلع على أخبار التكنولوجيا الجديدة، ومثلا إذا كان تخصصه بالجافا دائما يشارك بجروب جافا عشان يشوف شو في الأشياء الجديدة. لما هو يقرأ مثلا كل يوم شاف شو في إشي جديد بيتركز في مخه وظل محفور في الذاكرة. فليتر أون إذا صارت عنده مشكلة بتقريب الى هاي اللي قرأها، فبصير يسوي سيرش مثلا على جوجل على هاي المشكلة لانه قرأ هاي المعلومة، عرفت علي؟ فاذا انت ما كنت تعرف عن regular expressions صعب تحل كتير مشاكل. راح اعطيك اليوم بعض المشاكل كيف ممكن انك انت تستفيد من regular expressions. طيب خلينا اليوم نبلش في هاي المحاضرة. كلام جميل. اذا المحاضرة الماضية قلنا انه regular expression تستخدم للسيرش والماتش والريبليس سترينج، وقلنا انه في مجموعه فانكشنز خمسه، طبعا في اكثر زي اللايك والريبليس والانسترينج والسبسترينج والكاونت. اليوم راح ناخذ نكمل على اللايك وناخذ هلا كمان الريبليس. طيب وقلنا انه هي بتشتغل مع الداتا تايب الكاركتر والفار كارتو والسي لوب، ما بتدعم اللونج. طيب واخذنا المحاضره الماضيه كل معاني هاي الميتا كاركترز. انت عشان تشتغل بالريجولار اكسبريشنز لازم تعرف شو معنى الميتا كاركترز. كلام جميل. طيب هلا اول اشي راح نسوي دروب لتيبل اسمه تيست، وراح نبني تيبل اسمه تيست فيه كود من نوع فار كارتو 100 تيبل كرييتد. راح نضيف مجموعة values على هذا التيبل. شايفين هاي الفاليوز، في خالد فيها نجمة، خالد مغير نجمة، فيها علي فيها نجمة، فيها الى اخره. في عندي هون رقم، راح نضيف هذول للريكوردز. اذا روز انسيرتد. طيب هلا خلينا نراجع معلوماتنا. لو انا بدي اجيب اي string يحتوي على حرف الدي بسوي select star from test where irregular expressions للكود دي وهون اي. الاي هون معناها case insensitive، يعني انا بدي اي كود يحتوي على حرف الدي. اذا هذا ينطبق عليه، هذا ينطبق عليه، علي لا، هون لا ينطبق، هون ينطبق، هون ينطبق، هون لا ينطبق، هون لا ينطبق، صح؟ راح ننفذ هاي select statement، راح نلاقي انه والله جاب لي زي ما انا حكيت، خالد فيها حرف الدي، وهي فيها حرف الدي، وهي فيها حرف الدي، وهي فيها حرف الدي. حلو الكلام. هلا لو انا طلبت منك قلت لك بدي اياك تطلع لي اي كود فيه نجمه، فمنطقيا حيكون في عندي خالد وحيكون في عندي علي. راح ننفذ هاي select statement تحت، راح ننفذ هاي select statement، راح الاقي انه جاب لي result غلط. ايوه ليش؟ لانه النجمه هي عباره عن جزء من الميتا كاركتر ولها معنى. لو طلعنا هون فوق حنلاقي انه النجمه هي عباره عن ماتش زيرو اور مور اكرنس. ايوه، فعشان نحل هاي المشكله بنسوي الاسكيب كاركتر قبليها. فهون معناها انه انا بدي اعتبر النجمه جزء من البحث وليس جزء من الميتا كاركتر. فلما ننفذ هاي سيلكت ستيتمنت هلا راح نلاقي انه جاب لي خالد وعلي فقط الذين يحتووا على نجمه. كلام جميل. لو انا قلت لك هلا بدي اياك تطلع لي اي تكست او اي كود فيه ارقام يحتوي على ارقام، في عندي مثلا هاي فيها ارقام، هاي فيها ارقام، هاي فيها ارقام، صح؟ هلا ممكن يجي بروجرامر يكتب هاي select statement، يسوي select star from test where the code like انه فيه 0 or فيه 1 or فيه 2 or فيه 3 الى 9. هلا هون هذا الكود جدا ضعيف لانه البرفورمانس تبعه حيكون بالمرة، لأنه في عندك عدة أور. طبعا أنا بحكي لما يكون في عندي التابل في ملايين الريكوردز. فلما نفذ هاي select statement راح يجيب لي الريزلت، آه والله هاي فيها أرقام وهاي فيها أرقام وهاي فيها أرقام. بس أنا ممكن أستفيد من regular expression بالطريقة التالية، إني أنا أسوي select star from test where regular expression like code وأفتح هذا القوس وأسكر هذا القوس. قلنا إنه هذا القوس هي عبارة عن match any character in the list، وبحط له لا من 0 ل 9، اوكي؟ 0 1 2 3 9، يعني هاي select statement بدي اجيب اي كود يحتوي على هاي الليسته انه فيه 0 او 1 او 2 الى اخره،
بننفذ هاي select statement راح نلاقي انه جاب لي اي تكست فيه ارقام. كلام جميل. اوراكل سهلت علينا، قالت لك انت بدل ما تحط 0 1 2 9 سوي لي 0 داش 9. نفس الاشي، يعني انا بدي اجيب اي كود فيه ارقام من 0 ل 9، بننفذ هاي select statement راح تجيب نفس الريزلت. طيب ممكن استخدمها كمان بالكاركتر. انا هون لما اقول له اي سي، يعني انا بدي اي كود يحتوي على احرف اي للسي، يعني قصدي اي وبي وسي، ممكن احطها من اي للزد، يعني من اي فيو كاركتر. راح ننفذ هاي سلكت ستيتمنت، راح تجيب لي هون اي كلمه فيها احرف اي او بي او سي. طيب هلا انا ممكن كمان اسوي باك سبيس دي، يعني هون دي معناها ديجيت، يعني انا بدي اي اشي فيه ديجيت. اذا هاي تكافئ هاي وتكافئ هاي، مزبوط. بننفذ هاي select statement، اذا جاب لي اي تكست فيها number. اذا هاي اللي هي escape character مع الدي، يعني انا بدي اي اشي فيه ديجيت. طيب لما انا اسوي هاي الحركة select star from test where regular expression like، اقول له اسكيب كاركتر مع دي، واقول له هون القوس المعكوف 2. هون القوس المعكوف حكيناها انه انا بدي اي ديجيت يكون مكرر مرتين ورا بعض. طبعا ارجع لفوق هون حتلاقي شو معنى القوس المعكوف. هاي القوس المعكوف match exactly m occurrence، يعني برجع مرة تانية لهاي انه انا بدي اي كود فيه ديجيت وهاي الديجيت تكون مكررة مرتين وراء بعض. فأنا هلا بتوقع مين يجيني، هيجيني خالد 129 وحيجيلي كمان 12345. راح ننفذ هاي select statement، والله كلام صحيح، لأنه أنا هون في عندي 12 ديجيت وراء بعض وفي عندي 123 تحقق الشرط ديجيت وراء بعض. هلا في عندي كمان option إني أحط هذا القوس وكلاس يكون في قبلها نقطتين وبعدين نقطتين. الكلاس هي عبارة عن في مجموعة كلمات ممكن نستخدمها زي الأبر اللور الألفا. فلما أسوي أنا select star from test where regular expression like الكود وأقول له هون أبر، يعني أنا بدي أي كود فيه كلمة أو حرف تحتوي على أبر كيسز. مننفذ هاي select statement راح يجيب لي اي اشي فيه upper cases. اذا هلو فيه upper cases وخالد فيه upper cases، اما بقية الاشياء لو رجعنا فوق ما فيها upper cases. كلام جميل. هلأ ممكن انا استخدمها نفسها واسوي له lower. اذا هون بدي اي كلمة تحتوي على lower، اجوا كلياتهم تقريبا الا هلو، صح، والارقام هذول. كلام جميل جدا. طيب انا لما اسوي هلأ select star from test اقول له lower واعطيه 3، شو معناها القوس المعكوف؟ يعني انا بدي اي كود فيه اللور وتتكرر اللور 3 مرات ورا بعض. ايوه، مننفذ هاي select statement راح نلاقي انه انا عندي هذول طبق عليهم الشروط، انه انا بدي اي كود فيه لور كيسز 3 مرات ورا بعض. هاي خالد فيها 3 مرات ورا بعض، وهاي نفس الاشي وهاي نفس الاشي. اذا كلام جميل. طيب هلا هون ممكن انا استخدم بدل lower كلمة الفا، يعني انا بدي اي اشي فيه كاركتر. فانا لما اسوي select star from test اقول له انه هون الفا، يعني انا بدي اي كود يحتوي على الفا فيه الفا. لما ننفذ هاي select statement راح يجيب لي 7 record، معناته ال 1 2 3 4 5 هاي ما جابها لانه لا تحتوي على الفا. يا سلام، لو انت بدك تسوي هذا الموضوع من غير regular expressions راح تسوي كيرسر وتلف على الكيرسر تشوف الاسكي كود لكل كاركتر هل هو عبارة عن من ضمن الاسكي كود للنمبر ولا الكاركتر، يعني حتدخل في متاهة كبيرة جدا. كلام جميل. طيب هلأ راح ناخد كمان كيس اللي هي الريجولار اكسبريشنز اندرسكور ريبليس. الريجولار اكسبريشن اندرسكور ريبليس عشان انا اسوي ريبليس لكاركتر معين بإشي تاني. فانا لما اسوي select الريجولار اكسبريشن ريبليس خالد A X، يعني أنا بدي أبدل أي حرف A ب X. أها كلام جميل. مننفذ هاي select statement، إذا راح نلاقي إنه أنا صار عندي K H X، إذا بدل ال A ب ال X. ممكن أبدل حرفين مع بعض، أنا بدي أبدل ال E ب X. مننفذ هاي select statement راح نلاقي إنه بدل لي بدل ال E سوالي إياها X.
شوفوا المثال الثالث قديش قوي جدا ورائع. انا لو فرضنا انه انا في عندي تكست اوكي وفيه سبيسز، انا بدي اصلح كبروجرامر، ما بدي انا يكون في عندي سبيسز زي هاي بهاي الطريقه، بدي اضبطها. فبسوي select regular exceptions، فانا عندي هون كلمه خالد مروان الخضري، انا بدي اي سبيس واكثر ابدله بسبيس واحد، فانا حطيت هون بين قوسين شايفين وحطيت هون سبيس، يعني انا بدي اي string يحتوي على سبيس، بعدين انا هون حطيت له القوس المعكوف يعني اي سبيس يتكرر مرتين وما فوق، لانه يعني حطيت له 2 وفاصله واعطيتك اياها بالمحاضره الماضيه شو معناها. يعني انا بالنهايه اي اشي فيه اكثر من سبيس واحد بدل لي اياه بسبيس واحد فقط. اذا هون عندي عده سبيسز وهون عندي عده سبيسز، فلما نفذ هاي سيلكت ستيتمنت راح يزبط لي اياها بطريقه رائعه جدا. شايفين هاي خالد سبيس مروان سبيس الخضري. اذا هاي كمان لو بدك تحلها من غير regular exceptions راح تدخل في الحيط، لانه حيكون في عندي الموضوع complicated. اذا هذا الجزء الثاني، وان شاء الله راح نسوي الجزء الثالث، وبالجزء الثالث راح اعطيك مجموعة references عشان موضوع regular exceptions موضوع ضخم جدا جدا وجدا مهم. بتمنى انك استفدت من هاي المحاضرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.